أخبار سوني بلاي ستيشن، تحديثات على لعبة هيلو إنفينيت، هل هناك بديل قوي للنينتندو سويتش برو، وملخص الستيت أوف بلاي والبوكيمون بريزنتس، كل دوت والمزيد في حلقة النهاردة. مانجا 64 بوابتك لكل ما يخص عالم الفيديو جيمز. اهلا بيكم من تاني على قناه مانجا 64، بوابتكم لكل ما يخص عالم الفيديو جيمز، وحلقه جديده من حصاد الاسبوع اللي بنتابع فيها سوا احدث اخبار عالم الفيديو جيمز اول باول. لو ديت اول مره ليكم على القناه يا ريت تعملوا سبسكرايب، وفي كل الاحوال لو الفيديو عجبكم يا ريت تعملوا عليه لايك، وهكون متشكر جدا لدعمكم. تعالوا نبتدي اخبار الاسبوع دوت بالاخبار الصغيره الاول، واول خبر معانا يخص البلاي ستيشن 5، وخبر كان ناس كتيرة من اللي عندها بلاي ستيشن 5 او مستنية انها تجيب بلاي ستيشن 5 عاوزة تسمعه، وهو ان اخيرا سوني هتسمح لمقتني البلاي ستيشن 5 ان هم يحطوا الـ SSD expansion اللي بيزود سعة الذاكرة جوه الجهاز. زي ما انتوا عارفين البلاي ستيشن 5 بيجي بسعة 850 جيجا بايت، ده يبان ان هو يعني رقم كبير، ولكن الحقيقة ده بيخلص بسرعة جدا. يعني انت العاب اليومين دول ممكن اللعبة تاخد لها 50-60 جيجا، والغريب بقى ان هم منزلين الجهاز وفي فتحة تقدر تحط فيها SSD expansion عشان تزود الذاكرة، ولكن كانت معطلة، سوني ما كانتش سامحة باستخدامها لحد دلوقتي. وفي انباء ان في الصيف دوت اخيرا الموضوع دوت هيبقى متاح. انا مش عارف ليه دوت اخد وقت كتير علشان يحصل، ولكن يعني انا بصراحه مش عارف الموضوع ده اتاخد وقت كتير ليه علشان يحصل، ولكن اخيرا تم. واللي احنا عاوزينه بقى من سوني انها تبطل نداله وتسمح للناس انها تجيب SSD expansions غير البراند سوني، لان لحد دلوقتي لازم يبقى البراند بتاع SSD expansion سوني اللي هم بيعملوه مخصوص عشان يكسبوا فلوس. يعني ماشي اكيد عايزين تكسبوا فلوس واحنا بنكسبكم فلوس، بس مش بلاوي الدراع. بما اننا بنتكلم عن سوني فخلونا ماسكين الخط دوت شويه. في خبر ممكن يفرح الناس اللي بتعمل جيمنج على الكمبيوتر وما عندهاش بلاي ستيشن، وهو ان سوني مره تانية بصدد اصدار لعبه من العابها الحصريه على الكمبيوتر. بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن دايز جون. دايز جون من الالعاب اللي اقدر اقول ان كان سقف التوقعات عالي جدا، وما اقدرش اقول انها ارتقت لمستوى التوقعات ده. ده مش معناه انها لعبه وحشه، انا استمتعت جدا بيها، وبرجح اكيد ان الناس تجربها، بالذات الناس اللي بتحب العاب. انا مش عايز اقول انها لعبه سيرفايفل او هورر، هي مش لعبه لا رعب ولا لعبه بقاء ولا اي حاجه من الحاجات دي، هي لعبه اكشن في عالم زومبيز من منظور الشخص الثالث. لا، لعبه مش بطاله في عالم مفتوح، ممكن نقول اللي هو ايه، لعبه جريد بي، يعني مش حاجه هتخلد في التاريخ. هتنزل امتى؟ هتنزل في، هما كان بيقولوا سبرينج 2021، يعني ربيع 2021. احنا اوريدي معتبر في ربيع 2021 على الاقل في امريكا، فبنتكلم عن مثلا من شهر 2 لشهر 5، يعني هتنزل قبل الصيف. ده طبعا مش حاجه جديده، سوني اوريدي كانت نزلت Death Stranding على البي سي، كانت نزلت هورايزن زيرو دون على البي سي، واظن ان مع الوقت في شويه العاب مش كلها طبعا هتبتدي تتسرسب على الكمبيوتر. هل هم ممكن نشوف في يوم من الايام جاد اوف وور على البي سي؟ ده اللي في ناس كتيره بتتبناه، ولكن ما اظنش ان هم هيحرقوا السلسله دي. واخيرا في الاخبار الصغيره بخصوص سوني، لان طبعا في خبر كبير هنتكلم عنه كمان شويه، سوني اعلنت عن العاب المجانيه اللي هيتم اضافتها على خدمه البلاي ستيشن بلس. والشهر ده سوني داخله بتلوش جامد، زي ما انتم شايفين. يعني في مجموعه من الالعاب، واكيد اول حاجه خدتوا بالكم منها فاينل فانتسي 7 الريميك. انا مش عارف ايه قله الادب دي من سوني الصراحه، يعني اللعبه ما بقالهاش كتير في الاسواق يعني نسبيا، ولسه في ناس اكيد بتنزل تشتريها كسي دي، فمعنى انها تتحط على خدمه البلاي ستيشن بلس ده معناه ان سوني دفعت مبلغ محترم جدا لسكوير اينكس. على اي حال ده اختيار، يعني انا ما كنتش جبت اللعبه بصراحه، يعني انا لعبتها جربتها لكن ما كنتش اشتريتها، فسمعنا انها تنزل كده على البلاي ستيشن بلس، متشكرين جدا يا سوني. في كمان فار بوينت وريمننت وماكات للبلاي ستيشن 5 بس. التشكيله بتاعت الالعاب الشهر ده قويه جدا جدا من سوني، وحييكم الصراحه، يعني واضح انكم هتحاولوا بطريقه او باخرى على الاقل، مش هقول تعرفوا نفسه جيم باس، ولكن على الاقل تدوا الناس اللي مشتركه في بلاي ستيشن بلس اسباب كافيه ان هم يستمروا في الخدمه اكتر من مجرد لعب الاونلاين. طبعا الناس اللي عندها اكس بوكس او مشتركه في الجيم باس مستنيين بفارغ الصبر، وانا من الناس ديت، لهيلو انفينيت بعد تاجيلها من شهر 11 اللي فات ل
11 الشهر ده، يعني بنتكلم عن سنة كاملة. ليه سبب التأجيل؟ علشان عاوزين يتأكدوا ان اللعبة تطلع بشكل كويس، وكان في انتقادات كبيرة جدا بخصوص شكل اللعبة. يعني الناس كانت حاسة اوكي الجيم بلاي شكله ممتع، ولكن الجرافيكس تعبانة تقليدية، مش حاسين انها نيكست جن جرافيكس، مش حاسين انها جرافيكس تناسب الاكس بوكس سيريز اكس او الاس او ايا كان. الكمبيوترات بقت بتطلع العاب بشكل احسن من كده، لا 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 احنا عايزين افضل من كده. وفعلا هم يعني سمعوا الكلام وقالوا طيب اوكي هنقعد نشتغل عليها. وفي حصل تسريب لبعض الصور زي ما انتم شايفين، ما اقدرش اقول ان يعني نقدر نحكم قوي على صورة، ولكن واضح ان في تحسن كبير، تحسن كبير. يعني سواء بتبص مثلا على شكل الهندسة بتاعت المباني، سواء بتبص على الطبيعة، بتبص على اشجار الظلال الحاجات ديت، لا واضح ان في فرق كبير، وده اللي احنا منتظرينه. انا عن نفسي بهتم بالجيم بلاي اكتر من الجرافيكس، واحب ان الجيم بلاي يبقى كويس على حتى لو على حساب الجرافيكس مش مشكلة، لانك انت طبعا عايز فريمز عالية وعايز سلاسة في التحكم. لكن ليه ما تقدرش تحقق الاتنين؟ ليه ما يبقاش فيه توازن؟ وبخاصة ان الناس كعت فلوس كتيرة جدا في الاجهزة الجديدة، يبقى اكيد يستحقوا ان هم يشوفوا احسن جرافيكس طالما هو ده اللي تدفع فلوس فيه. واللعبة تتأجل سنة او سنتين حتى مش مشكلة. خلاص للأسف بقى سايبر بانك بيتضرب بيها المثل، هي مش لعبة وحشة ولكن طلعت لعبة مكسورة. انا مش عايز سايبر بانك جديدة، وطبعا مش عايز هيلو تبقى سايبر بانك جديدة، ولكن اظن ان هم هيلتزموا بالميعاد. انا اظن ان اللعبة هتطلع السنة دي، لان لحد دلوقتي يعني مايكروسوفت الحصريات بتاعتها شحة قوي. هم محتاجين يقنعوا الناس باكتر من الجيم باس. هل ممكن يكون في بديل للنينتندو سويتش برو مش من نينتندو ومنافس له ويشغل العاب زي سايبر بانك وكرايسيس؟ الظاهر كده احتمال في الاسواق يبقى فيه حاجه زي كده قريب، وبالتحديد بتكلم عن جهاز الايا نيو. جهاز الايا نيو لسه ما نزلش الاسواق، ولكن ابتدوا يبعتوه للريفيورز وللصحافه وللناس اللي عملت باكينج للمشروع دوت. الجهاز امكانياته رهيبه. اول حاجه بالنسبه للمواصفات بتاعته، جواه بروسيسور AMD رايزن 5، كارت الشاشة راديون 6، وبيجي بذاكرة 16 جيجا بايت رام، والشاشة بتاعته بتوصل لدرجة نقاء 2280 في 800، وممكن يشتغل 6 ساعات كبطارية يعني بتاعته، ولكن طبعا لو هتشغل ألعاب تقيلة زي سايبر بانك آخره يقعد معاك ساعتين. الجهاز دوت لحد دلوقتي طبعا ما نعرفش هيبقى سعره كام، ما نعرفش لو في حصريات هتنزل عليه ولا هيبقى مجرد بس العاب ثيرد بارتي يعني شركات هتعملها. طبعا مش هيشغل العاب نينتندو، ما ظنش ان هو هينافس نينتندو، ولكن هو بيوري لك الاجهزه المحموله ممكن يتعمل بيها ايه. واحنا اوريدي عارفين ان نينتندو مش اقوى حاجه، نينتندو سويتش مش اقوى جهاز في الدنيا، لكن ظهور حاجات زي كده ممكن يبتدي يشجع الشركات التانية انها تخش في سوق الهاند هيلد من تاني. حاجة زي سوني كان عندها الفيتا، عندها البي اس بي، ايه المانع ان هم يعملوا جهاز جديد يخش ينافس نينتندو في الحتة اللي هم سيطروا وهيمنوا عليها، وهو طبعا سوق الاجهزة المحمولة في عالم الفيديو جيمز. انا نفسي طبعا اجرب الاي نيو دوت، ولكن غالبا هيبقى غالي جدا وغالبا هيبقى صعب جدا انك تلاقيه. بس قولوا لي في الكومنت سكشن ايه رايكم، هل انتوا عايزين جهاز محمول يبقى قوي كده، ولا لو انتوا عندكم نينتندو اللي بيجذبكم ليه هي العاب نينتندو وحصريات نينتندو؟ لان دوت سؤال مهم. مش معنى ان الجهاز قوي ان هو بالضروره هيجيب مشترين كتير. يعني ممكن المشتري يقول لك انا ليه اجيب جهاز محمول ألعب عليه سايبر بانك ومش عارف ايه والكلام دوت، بينما ممكن مثلا اشترك في خدمة الاكس كلاود والعب بموبايلي والعب برضو على درجة نقاء عالية والى اخره من غير ما ادفع فلوس كتيرة. يعني مش عارف، حاسس ان هو من غير حصريات الاجهزة بالذات المحمولة مش هتقدر انها تعمل شغل جامد. لعل طبعا اكبر اخبار الاسبوع دوت هو عرض سوني ستيت اوف بلاي من ناحية، وبوكيمون بريزنتس من ناحية تانية. تعالوا نبتدي بسوني ستيت اوف بلاي. انا عملت فيديو بلخص فيه اهم ما جاء في العرض دوت، وهحط اللينك بتاعه في الديسكريبشن، ولكن على عجاله كده تعالوا نلخص ايه اللي حصل في العرض دوت قبل ما نتناقش فيه. اول حاجه هو كلمونا عن 10 العاب، بعض من الالعاب ديت العاب جديده، وبعض منها العاب احنا كنا اوريدي عارفين ان هم شغالين عليها او تحديثات على العاب اوريدي موجوده بالفعل.
ابتدوا بكراش بانديكوت 4 وقالوا لنا ان العرض ان الباتش الجديد بتاعها اللي هيشغل اللعبه على 4K 60 فريم في الثانيه على البلاي ستيشن 5 وهيستغل امكانيات الجهاز هينزل 12 مارس. احنا اوريدي كنا عارفين دوت. كلمونا عن ريتيرنال وقالوا لنا انها تنزل 30 ابريل. ورونا شويه مقاطع من الجيم بلاي ولعل اهم حاجه انا تعرفت عليها يمكن كانت معروفه قبل كده هي انها تبقى لعبه روج لايك يعني لما تموت ترجع تاني وهكذا. لعبة نوك اوت سيتي، لعبة دوج بول تنافسية اونلاين هتنزل مايو 21. في لعبة جديدة اسمها سيفو، ديت لعبة برولينج او لعبة بيت ام اب ثلاثية الابعاد هتنزل السنة دي في وقت ما مالوش امتى على البلاي ستيشن 4 والبلاي ستيشن 5. لعبة جديدة كمان تم الاعلان عنها لعبة سولار اش، ممكن نقول انها لعبة مغامرات 3D بلاتفورمينج وفيها بعض القتال، هتنزل برضو على البلاي ستيشن 4 والبلاي ستيشن 5 في وقت ما السنة دي. سلسلة Five Nights at Freddy's طبعا سلسلة محببة ناس كتيرة بتحبها، في جزء جديد هينزل اسمه Security Breach برضو في وقت ما السنة دي على بلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن 5 ما قلناش امتى. Oddworld Soulstorm تم التأكيد على ميعاد نزولها 6 إبريل على البلاي ستيشن 4 والبلاي ستيشن 5. الخبر اللي وجع لي قلبي الصراحة إن كينا بريدج أوف سبيريتس اللي كان مقرر لها تنزل في مارس تم تأجيلها ل 24 أغسطس السنة دي، هتنزل طبعا على البلاي ستيشن 4 والبلاي ستيشن 5. Deathloop ما قلناش اي حاجة جديدة لسه على ميعاد اصدارها يوم 21 مايو. ورونا المزيد من الجيم بلاي، انا مش عايز اتكلم عنها اكتر من كده خلاص. احنا يعني كل عرض الستيت اوف بلاي لازم يورونا تريلر لDeathloop، كفاية عايزين نلعب اللعبة كفاية. ولعل بقى طبعا كانت القنبلة بالنسبة لهم ان في حلقة جديدة هتنزل على Final Fantasy 7 الريميك ودوت هيبقى في شهر 6 السنة دي. بكل امانة العرض كان عادي جدا يعني ما كانش فيه لحظات ممكن انك تحس اللي هو يا ايوه بقى انا كان نفسي اشوف اللعبه ديت او ايه المفاجاه الكبيره ديت. العرض كان عادي جدا يعني اللي هو حاجه ورا الثانيه واللي هو اوكي طب تمام ده في تحديث، طب ده ميعاد اصدار، اوكي في لعبه جديده شكلها مش بطال، طب حلقه جديده على فاينل فانتسي، تمام اوكي متشكرين يلا السلام عليكم. فطبعا الناس بتسال فين جود اوف وور راجناروك، فين هورايزن فوربيدن ويست، فين جران توريزمو، فين فين فين، طبعا كل واحد ايه واللعبه اللي بيحبها. تعالوا نتفق على حاجة، هو العرض ما كانش أقوى حاجة في الدنيا، ولكن ده مش معناه أنه عرض كان وحش أو ملوش لازمة. ما هو سوني لازم تلاغي الناس اللي عندها بلاي ستيشن سواء 4 أو 5. ولكن هنا في وجهة نظر مهمة جدا عبر عنها عبدالله القياد في الكومنت سكشن، وهعتبر دوت أن الكومنت بتاعه هو كومنت الأسبوع، وبيقول لاحظ أخويا أن سوني والمطورين تبع الألعاب مترددين ينزلوا الألعاب على البلاي ستيشن 5. ليه بقى؟ لأن هو شايف أن عدم وصول الأجهزة وتشبع الأسواق من سوني بلاي ستيشن 5 ده بيخلي أن المطورين يحسوا أن هم أوكي ما احنا لما هننزل اللعبة اللعبة مش هتتباع، مش هتتباع بالذات لو هي لعبة حصرية على البلاي ستيشن 5، فنأجلها شوية بحيث أن يبقى في ناس كافي عندهم بلاي ستيشن 5 وما يخسروش فلوس. فطبعا طبعا شكرا يا عبد الله على الكومنت دوت، وظن انه كومنت مهم جدا وديت حاجه احنا لازم نفهمها. هو مش هيحرق الالعاب الحصريه بتاعته اللي هتنزل على البلاي ستيشن 5، يعني لو هو عنده مجموعه من الالعاب القويه اللي هتنزل بس على البلاي ستيشن 5 استحاله ينزلها دلوقتي، لانه لو نزلها دلوقتي كم واحد هيشتروها؟ يعني لو احنا بنتكلم ان في 5 او 6 مليون بني ادم عندهم بلاي ستيشن 5 دلوقتي، ده لا يقارن بالمئة مليون بني آدم اللي عندهم بلاي ستيشن 4. فكقاعدة بتشتري ألعاب صغيرة جدا، فطبيعي ان هو يستنى لحد ما تكبر شوية ما يحرقش الألعاب بتاعته، سواء سوني بتعمل كده أو سواء الشركات اللي بتطور ألعاب تحت سوني أكيد بتفكر في ده. فإلى حين ما الدنيا تبتدي تتحرك شوية وإلى حين ما الأسواق يبقى فيها بلاي ستيشن 5 أكتر، ما ظنش ان احنا هنسمع عن اعلانات كبيرة تكسر الدنيا. ممكن على اخر السنة، يعني ممكن على اخر السنة تبتدي الشركات او سوني تجازف بالالعاب الكبيرة بتاعتها او تبتدي تنزل العاب كبيرة بحيث انها تجذب ناس كتير انها تشتري بلاي ستيشن 5، انها تعمل النقلة من بلاي ستيشن 4 لبلاي ستيشن 5. لكن في الوقت الحالي انا شايف ان خريطة الالعاب بتاعت السوني سواء على بلاي ستيشن 5 او بلاي ستيشن 4 منطقية جدا، ومش مفروض ان احنا نستنى اكتر من كده الصراحة. واخيرا اخر خبر معانا الاسبوع دوت يخص
عرض البوكيمون، او ممكن نقول عليه بوكيمون ديركت مش عارف، اللي تم عرضه من يومين ثلاثة. انا عملت ملخص للعرض دوت، وهحط اللينك بتاع الملخص دوت في الديسكريبشن لو عاوزين تعرفوا يعني بتفاصيل اكتر ايه اللي جه في العرض. ولكن تعالوا على عجالة كده نقول ايه اللي جه. اول حاجة، تم الاعلان عن بعض الايفنتس في لعبة بوكيمون سورد اند شيلد. فالناس اللي عندها لعبة بوكيمون سورد اند شيلد خشوا دلوقتي ويعملوا ابديت للعبة وتفرجوا على الايفنتس وتشاركوا فيها، هتستمتعوا من اللي انا شفته، حاجات ظريفة. ممكن تلعب بيكاتشو ضخم. تاني حاجة، ورولنا مشاهد من بوكيمون سناب. ديت لعبة هتنزل في شهر 4، هي لعبة تصوير تبان انها فكرة غريبة جدا وانها مش هتبقى ممتعة، بس انا لعبتها على نينتندو 64 من زمان، كانت ظريفة جدا. ده بالنسبة للحاجات اللي اوريدي كانت موجودة او اللي احنا اوريدي عارفين انها بتتعمل. بس تم الاعلان عن لعبتين جداد، لعبتين. اول لعبة هي تعتبر ريميك لبوكيمون دايموند اند بيرل اللي كانت نزلت على النينتندو دي اس سنة 2006. ناس كتيرة قوي كان نفسها في اللعبة ديت انها تعمل لها ريميك، كان في ناس عايزة العاب تانية من بوكيمون يتعمل لها ريميك. لكن على اي حال نينتندو او بوكيمون كومباني اختاروا دايموند اند بيرل. وهتنزل امتى؟ هتنزل في قالوا اخر 2021، انا متوقع في شهر 11 2021 او حاجة زي كده. وتم الاعلان كمان عن لعبة بوكيمون جديدة في عالم مفتوح، هتبقى RPG مغامرة كبيرة في عالم بوكيمون. تبقى ماشي في العالم زي مثلا لعبة زي Breath of the Wild كده مع نفسك، وتلاقي بوكيمونز وتصطادهم وتجمعهم وإلى آخره من الكلام دوت، تحت عنوان بوكيمون أرسيس. في ناس لما شافت التريلر دوت قالت لك ايه ده، اللعبة ديت شكلها عادي مفيش فيها ابهار من ناحية الجرافيكس. بصوا، اولا هنا مش مختلف معاكم، يعني احنا شفنا حاجات احسن من كده على نينتندو سويتش، ولكن تذكروا ان اللعبة ديت يعني هي لسه قيد التطوير، فغالبا هيزبطوا شوية في الحاجات. لكن ديت لعبة هتبقى على نينتندو سويتش يا جماعة، ما تتوقعوش يعني انها هتبقى افضل حاجة من ناحية الجرافيكس والكلام دوت. اللي العاب نينتندو بتتميز بيه هو الجيم بلاي والحصريات الممتعة وجودة الالعاب. انت عمرك ما تجيب لعبة من نينتندو بالذات حصرية يعني على نينتندو سويتش وتبقى شاكك انها ممكن تبقاش حلوة، لكن استحالة هتبقى لعبة خربانة او بايزة او مش شغالة، ده مستحيل انه يحصل يعني. وبالنسبة لفرانشايز كبير زي بوكيمون اكيد اللعبة هتبقى كويسة يعني، دي وجهة نظري. انا شايف ان هم بيهتموا جدا بجودة العاب بوكيمون، ده مفيش شك في الكلام ده. عرض البوكيمون بريزنتس طبعا يعني ممكن نقول ان له تبعيات اكبر بكتير من ما تم عرضه، بالذات لما بنشوف الناس كانت بتتناقش في ايه على السوشيال ميديا او على الكومنت سيكشنز على اليوتيوب. في ناس قالت طب هل معنى الاعلان عن دايموند اند بيرل ونزولها في اخر السنة دي، يعني هتبقى هي اللعبة بتاعت موسم الشتاء القوية، ده معناه ان احنا مش هنشوف مثلا حاجة زي Breath of the Wild 2 او بيوناتا 3 او ايا كان لعبة تانية غير بوكيمون تنزل في التوقيت المهم دوت؟ مش شرط يا جماعة. عايز افكركم بحاجة، ان Let's Go Pikachu Let's Go Eevee لما نزلوا في 2018 ونزلوا في شهر 11 2018، في لعبة تانية كبيرة جدا كسرت الدنيا برضو نزلت تقريبا بعدها بثلاث اسابيع، وانا بتكلم هنا عن سوبر سماش برادرز ألتيميت في 2018 برضو. فمش معنى ان تم الاعلان عن لعبة بوكيمون كبيرة جدا في شهر 11 ان ديت هتبقى اللعبة الوحيدة اللي هتنزل في الموسم ده. واذا ما نقدرش نستبعد خالص ان لسه Breath of the Wild 2 ممكن تبقى لعبة شتاء، لعبة الكريسماس بتاعت نينتندو. والله اعلم. احنا بعرض البوكيمون بريزنتس دوت انا من وجهة نظري نقدر نقول انه كان مكمل لعرض النينتندو ديركت اللي حصل من اسبوع او اكتر، وبالتالي اقدر اقول كده ان الاتنين على بعض نديهم 8 من 10. لان طبعا عرض النينتندو ديركت كان مخيب للامال شوية بصراحة زي ما قلت، لكن كده مع الاعلان عن لعبتين كبار جداد، واحدة منهم هتنزل السنة دي، يبقى كده اظن ان نينتندو خريطة الالعاب بتاعتها في السنة دي بقت حلوة جدا، ابتدت توضح. وان كان لسه محتاجين نعرف ايه اللي هيجي بالذات بقى من الصيف لحد اخر السنة. وبكده بقى خلصت الفيديو بتاع النهاردة. انا اسف جدا ان انا ما عرضتوش في معاده الطبيعي او التقليدي، لان كان في ظروف طارئة حصلت ليا هنا في البيت، لكن الحمد لله قدرنا نلم الموضوع وقدرت اخرج بالحلقة. اتمنى انها تكون عجبتكم، لو عجبتكم ياريت تعملوا عليها لايك، وما تنسوش تشتركوا في القناة علشان تتابعوا محتوى القناة اول باول. ونشوفكم على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامة.